امبارح المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهوريه افتتح، يعني كان في اسوان، والحقيقه انه تفقد عدد كبير من المشروعات التنمويه في منطقه جنوب الوادي ويعني في منطقه النوبه كمان تحديدا، وتفقد الاعمال الجاريه علشان يتم تنفيذ اكبر مشروع للطاقه الشمسيه في مصر. المشروع ده بيجري تنفيذه في قرية بنبان، مش عارفة بنطقها صح ولا غلط، بس في الغالب يعني أهلها هيكونوا أدرى بطريقة نطقها. المركز في مدينة دراو شمال محافظة أسوان. مشروع الطاقة الشمسية بيتضمن 40 محطة. إنتاج المشروع ده تقريبا يعني هينتج 90% من المية من إنتاج السد العالي. المهندس محلب كمان زار قرية الدكة في مركز نصر النوبة لمتابعة الإحلال والتجديد الجاري لمنازل قرى أهالي نصر النوبة بإجمالي تقريبا 40 منزل، منها 10 منازل في قرية الدكة. دي مشروعات ضخمة جدا، محتاجة ان احنا نلقي عليها الضوء، محتاجة ان احنا ننور عليها، محتاجة نوري، يعني محتاجين ان احنا نوري للمصريين ايه اللي بيحصل في كل حتة في مصر علشان نتأكد ان في شغل في البلد من اول اسكندرية لحد اسوان. يعني لو كمان هنتكلم في الموضوع ده، لانه الحقيقة بالتأكيد يهم كل اهل اسوان واهلنا في الجنوب، لتفصيل اكتر معانا استاذ عبد الله مشالي وهو مدير مكتب الوطن في اسوان. استاذ عبد الله صباح الخير. صباح الخير زميلتي دايلة، تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني لو حضرتك تدينا فكره اللي حصل في زياره المهندس ابراهيم محلب. يعني هقول لك احنا دلوقتي بالفعل مع المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه، ومعنا ايضا لجنه تنميه جنوب الوادي، وهي تضم اللواء احمد جمال الدين والسفيره فايزه ابو النجا، وايضا معهم اللواء مجدي حجازي محافظ اسوان. نحن الان على متن مركب داخل بحيره ناصر لتفقد هذه البحيره وتفقد يعني تنميه بحيره ناصر، وما سيتم يعني خلال الايام القادمه. يعني هناك دعوه من السيد رئيس الجمهوريه للمهندس ابراهيم محلب ولجنه تنميه جنوب الوادي يعني لمراجعه المشروعات المتوقفه والمشروعات التي المتعثره في جنوب مصر وخاصه في محافظه اسوان. هذه اللجنه حينما بدات محافظه اسوان بدات بزياره يعني منطقه بنبان والمشروع الضخم الذي يعني سينقل مصر كثيرا في الطاقه الكهربائيه، وهو ايضا هي منطقه يعني الطاقه الشمسيه المتجدده بمنطقه بنبان، هذه بقدره 40 محطه في وسيتم يعني توريد 2000 ميجا وات، وهذه الطاقه الكهربائيه بمعدل سد عالي جديد في محافظه اسوان. يعني اسوان بعد يعني نقول في 2018 يعني بالتحديد سيكون عندنا في محافظه اسوان 2 سد عالي، سد عالي يولد الطاقه الكهربائيه في جنوب مصر، والسد العالي الاخر هو يعني سيولد الطاقه المتجدده من الطاقه الكهربائيه الشمسيه. دعيني اؤكد لك ان الان لان المهندس ابراهيم محلب يعني يلتقي بمجموعه من رؤساء جمعيات الصيد في محافظه اسوان، يعني نقول لك من الكواليس ان المهندس ابراهيم محلب كان هناك احد المشروعات المتوقفه داخل بحيره ناصر، وهي يعني هناك كان 19 مستخلص خاص بتنميه بحيره السد العالي، وهي يعني هيئه تابعه لوزاره الزراعه، وهناك اكثر من كان هناك 19 مركب ومعده نهريه، هذه المعدات كانت كفيله خلال الفتره الماضيه لتنميه بحيره ناصر، واصدر المهندس ابراهيم محلب يعني توجيهاته ومن خلال علاقاته ومن خلال يعني توصياته ان يتم الانتهاء منها خلال شهرين فقط 15 عام هذه المعدات. لم تتغير هذه المعدات، لم تتطور، وهذه المعدات كان يجب ان يكون هناك تدخل من قيادات الدوله، وبالفعل المهندس ابراهيم محلب اعطى توجيهاته بالتنسيق بين وزاره الماليه والتنسيق بين وزاره الزراعه، وسيتم يعني ان شاء الله تسليم هذه المعدات النهريه خلال يعني 1 اكتوبر القادم، سيتم تسليم هذه المعدات لهيئه تنميه بحيره ناصر وهيئه الوزاره ووزاره الزراعه، وسيتم يعني سيكون هناك ان شاء الله خلال الفترة القادمة يعني تنمية حقيقية لبحيرة ناصر. يعني الدكتور محمود قطب كان بيتحدث مع المهندس ابراهيم محلب ويتحدث كثيرا عن تنمية بحيرة ناصر، وكان له يعني احدى التصريحات الصعبة والخطيرة حينما قال اننا حتى الان لم نستفد من بحيرة ناصر سوى 5% فقط، نتمنى ان يكون هناك تنمية حقيقية بالفعل، يعني تنمية ستعود على مصر جميعا. بحيرة ناصر يعني كنز مصري غير مستغل على الاطلاق. معلش استاذ عبد الله لو حضرتك بس توضح لي تاني الفترة الزمنية للانتهاء من المشروع قد ايه تقريبا؟
1 اكتوبر القادم يعني خلال شهرين فقط سيتم تسليم 19 معده نهريه تابعه لوزاره الزراعه، وهي ايضا لهيئه تنميه الثروه السمكيه هي تابعه لوزاره الزراعه. هذه المعدات النهريه ستكون كفيله بتامين بحيره ناصر في المقام الاول، وايضا تنميتها من خلال الشواطئ المتراميه، من خلال الاخوار، من خلال الحفاظ على الثروه السمكيه الموجوده داخل بحيره ناصر. شكرا استاذ عبد الله مشالي مدير مكتب الوطن في اسوان. طبعا بنتمنى انه المشروع يتم الانتهاء منه زي ما استاذ عبد الله قال يعني في اقرب وقت ممكن، والحقيقه انه كمان يعني بنتمنى انه يتم تسليط الضوء اكتر على المشروع بانه يتم تصوير اللي حصل يعني قبل وبعد الانتهاء منه، علشان نحس بالفرق، علشان الناس تحس بانه بالفعل في ناس شغاله. المهندس ابراهيم محلب بالتاكيد يعني ده عهدنا بيه طول الوقت، الراجل من ايام ما كان رئيس وزراء ويمكن كمان من قبل كده بيشتغل طول الوقت، يعني شفنا قد ايه كان نشيطه بيتحرك بمنتهى السلاسه. فيعني خلينا نقول ان اسوان كمان من اجمل الحتت والمناطق في مصر اللي يمكن بعيدة شوية عن تفكيرنا، لكن من بعد مؤتمر الشباب قبل الأخير اللي كان في أسوان قبل الأخير كان الحقيقة يعني زيارة الرئيس السيسي للمكان وتسليط الضوء على المكان أعتقد أنها فرقت بشكل كبير، وأعتقد كمان أنه اللي بيحصل في أسوان النهاردة مهم جدا أننا نتابعه ونشوف يعني إلى أي حال سيقول إن شاء الله خير.